أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم. الأمر في التوبة كما تبين إلى الآن قد شغل مساحة واسعة من القرآن الكريم، يعني هاي الآية الشريفة وبعدها عدة آيات في سورة الزمر المباركة، في سور كثيرة استعرضناها في الجلسات الماضية. محور الحديث اليوم حقيقة حول نقطتين. النقطة الأولى مبتلى بها عند الناس أنه إنسان تارك للصلاة، تارك للصوم، يفعل أنواع متعددة من المعاصي، عندما يقرأ أن هناك أمر بالتوبة يعتبر أنه هو صعب عليه أو لن يستطيع أن يمتثل ترك هذه المعاصي كلها دفعة واحدة، فيأتي البحث والسؤال والنقاش أنه هل بإمكانه أن يتدرج، أن يترك مثلا هو لا يصلي، يبدأ بالصلاة ولكن صيام ما بده يصوم، أو بالعكس تلاقي ناس كثر في شهر رمضان يصومون ولا يصلون، أو فتاة مثلا تصلي وتصوم ولكن خالع عن الحجاب. يعني يتوب الإنسان من بعض الذنوب، هذا بسموه التبعيض بالتوبة، ولا يتوب من كل الذنوب. الجواب أنه الإنسان مأمور أن يتوب من كل شيء، وليس عذرا لهذا المذنب أنه إذا كان عنده مشكلة في ذنوب يكون تركها صعب عليه ويكون ذلك بالتالي مبرر أنه شو يعمل، يروح يترك كل الواجبات ويفعل كل المحرمات. يا أخي أنت ما عندك مشكلة بالصلاة، باللي إيه ما قالوا لنا أنه الصلاة من يشرب الخمر لا تقبل صلاته 40 يوم، صح الرواية واردة، بس ما قالوا لك شو تكملة الرواية. فإن ترك الصلاة في تلك 40 يوم عوقب على تركه للصلاة. فإذا حتى لو كنت تشرب الخمر والعياذ بالله وصعب عليك وعم بتجاهد نفسك ويوم عم تغلبها ويوم عم تغلبك وعم تترك مثلا هذه المعصية لمدة يوم يومين ثلاثة أربعة أسبوع وعم ترجع، هذا مش مبرر انك انت شو تستبيح كل الامور. اثبت على صلاتك، اثبت على صيامك. يا ايها العاصي اللي تفعل انواع المعاصي لا تستغرق في كل المعاصي، ما تستطيع ان تتوب منه بادر الى التوبة حتى يكون عندك شيء من الايجابية في شخصيتك بواقعك وبنفسك وبقلبك. يجي شخص بيقول من أين جئتم بهذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نتوب من كل شيء، صح،
ولكن اللي لا يستطيع، نحن ما عم نقول له روح اشرب الخمر ابدا، انتبهوا للجملة اللي عم نقولها، ما عم نقول له انه انت ابقى على الغيبة، ما عم نقول له ابقى على ترك الصوم، نقول له افعل ما تستطيع وجاهد نفسك في الباقي. يعني على الطريقة العامية، عصفور بالإيد ولا عشرة على الشجرة، يعني من لا يستطيع أن يفعل كل الواجبات ويترك كل المحرمات 50% يستطيع، نقول له أحسنت على 50 وخلينا نكمل نحن وأنت في مجاهدة النفس في البقية. القرآن الكريم عندما جاء علماء الأخلاق اللي درسوا الأخلاق من وجهة نظر القرآن، ونحن عندنا في مجموعة من العلماء درسوا الأخلاق من الروايات، وفي مجموعة من العلماء خصوصا في زماننا درسوا الأخلاق من خلال القرآن، إنه القرآن الكريم ككتاب جاء لهداية البشر لابد أن يكون قد عالج مسألة مهمة جدا ومركزية. هي شو؟ هي مسألة الأخلاق، واللي هي حقيقة محور هالجلسات، إنه أخلاق الأخلاق في القرآن الكريم. جاءوا وقالوا نعم، وجدنا في القرآن الكريم آيات تأمر بالتوبة من ذنوب محددة. مثلا الشخص اللي مبتلى بالمعاملات الربوية، مثل ما عنا بيقولوا بدين بالفايدة، بالعامية بيقولوا بدين بالفايض، يعني بيعطيك $100 بيقول لك بدك ترده مثلا 200، مضطر بيروح شو بيعمل؟ بيقبل معه، صح؟ اجت الآية الشريفة اللي تقول بسورة البقرة، طبعا الربا الله سبحانه وتعالى يمكن ما في ذنب من الذنوب عبر عنه بهذا التعبير مثل الربا، انه فأذنوا بحرب من الله، اللي ما بيترك الربا الله سبحانه وتعالى يعلن الحرب عليه، لانه الربا واضح قديش هو شو يحطم المجتمعات، يفسد المجتمعات، ونحن شايفين هلأ واقعنا اللي منعيشه هلأ، نحن هاي الأزمة الاقتصادية اللي عايشينها، قصة البنوك وأموال المودعين، هاي كلها شو من فكرة الربا. وليش حطت العالم مصرياتها بالبنوك؟ ليش باعت أموالها وأملاكها وعقاراتها حطتها بالبنوك؟ لا تأكل من الفوائد. هلأ شو الكل اللي حطوا إنه هني لا يحفظوا أموالهم؟ تاجر الشاطر ما كان بيعمل هيك، تاجر الشاطر كان بيروح بيستثمر عقارات وشغل وتجارة يحرك أمواله. فإذا الله سبحانه وتعالى يأمر بسورة البقرة بأنه اتركوا كذا ما بقي من الربا، عدة آيات، إلى أن يقول عز وجل وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. التوبة هم من شو كانت؟ من ذنب. ما حكى القرآن الكريم انه انتم بتصلوا وما بتصلوا، بتصوموا وما بتصوموا، بتغتابوا وما بتغتابوا، ابدا حكى عن التوبة من ماذا؟ من ذنب. فاذا يمكن ان يؤمر الانسان بالتوبة من الذنب المقيم عليه رغم انه عنده ذنوب اخرى، ويتوجه اليه الامر بانه هذا الذنب بالخصوص عمل له حل، اقلع عنه. عندنا آية شريفة تانية بسورة آل عمران، الآيتان 78 و79، في الكلام فيهم عن المرتدين، من ارتدوا عن الدين يعني كفروا بالله عز وجل، ارتدوا عن الدين. الله سبحانه وتعالى بيعالج هذا الموضوع ويقول أولئك جزاؤهم، من يرتد عن الدين، أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، إلى أن يقول أنه باب التوبة هؤلاء مفتوح ولا مش مفتوح، إلا الذين تابوا من بعد ذلك. تابوا عن شو يعني؟ يعني عن الارتداد. فإذن التوبة في القرآن استعملت في عدة مواضع بالتوبة عن ذنب بعينه رغم وجود ذنوب أخرى. فعندما يأمر الله بالتوبة من الربا، التوبة من الارتداد، بأي تلتي التوبة من إضلال الناس،
التوبة من الفواحش، التوبة من الشرك، من قتل النفس، من الزنا. الله سبحانه وتعالى يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن الفكرة اللي أخذناها بشكل مختصر أنه لا يكونن ابتلاؤك يا أيها الإنسان بأنواع من الذنوب مانع لك عن التوبة عما يتيسر لك التوبة عنه. أنت بتعمل 4-5 ذنوب، قادر تبلش التوب عن واحد، تب عنه. تارك للصلاة وتارك للصوم وشارب للخمر ومغتاب للناس وإلى آخره، ماذا تستطيع التوبة عن؟ تصلي صلي، تصوم صوم، البقية اعمل عليها. يعني يكون مشروعك في الحياة انك شو تعمل؟ تتخلص من كل انواع المعاصي، بس ابدأ. وإلا اذا وضعت كل هذه الامور امامك توبة نصوحة، اكيد هذا هو مطلوب. قادر؟ نعم انت قادر، بس اذا انت تقول وتتعلل بانه انا مش قادر الا اترك 10%، مقبول منك 10%، وجاهد نفسك في الباقي. ما حدا يقول انه نحن عم نبرر له ابقى على الباقي، ابدا والعياذ بالله. عم نقول له ما تستطيع التوبة والمسارعة منه سارع. واضحة الفكرة ان شاء الله تعالى. هذه النقطة الاولى بهذا الجلسة. النقطة الثانية، الله سبحانه وتعالى وفق لهذا الانسان وتاب. افترض كان يفعل ذنب معين، والعياذ بالله شرب الخمر، او في زماننا نحن شرب المخدرات، وهكذا اي ذنب من الذنوب. المفروض ان يؤمن الشروط المناسبة حتى يديم التوبة. ما هو عندما يترك الذنب هو مريض، اللي لا يتعالج بشكل صحيح قد يعود إليه المرض. بتشوفوا أنتوا في ناس أحيانا بيكونوا بالمستشفى، صح؟ بفوت لأجل عمل معين ويبدأ بشو؟ بابتلاءات، واحد يجر الثاني. بدل أن يطبب في المستشفى يخرج بأمراض أخرى. ولذلك في بعض الناس شو بتعمل؟ تخاف أن تعمل فحوصات. ليه؟ لأنه بيقول لك رح اكتشف شو في عندي، خليني هيك مرتاح ضميري. في مسألة التوبة، لا، الإنسان بده يعمل فحص عليه هذه النفس وهذه السيرة وهذا السلوك وهذا القلب. ظاهر الإنسان وباطن الإنسان عليه أن يعرضه دائما وفي كل حين، صباحا ظهرا مساء، على الله ورسوله صلى الله عليه وآله، حتى يكتشف أنه أنا فعلا سيرتي، سلوكي، سريرتي، ظاهري، باطني موافق لما يريده الله أو لا. طيب، الله سبحانه وتعالى وفق وتاب، المطلوب منه أن كما قلنا يؤمن شروط ديمومة التوبة، أن يبقى على التوبة. شو هي هذه الشروط؟ أول مسألة أن يبتعد عن الجو اللي كان سبب لدخوله في المعصية. يعني مثلا هذا وقت اللي كان عم بتأهله ما كان بيعرف شيء اسمه شرب خمر، صحيح؟ من أين تعلم شرب الخمر؟ من رفقاء السوء، من مكان ذهب إليه، من بيئة عاش فيها. تتذكروا الجلسات الأولى اللي قلنا تأثير البيئة، تأثير المدرسة، تأثير الأصدقاء، قلنا عدة عوامل تؤثر في أنه الإنسان يكتسب شو؟ أخلاقيات سيئة. الآن ما هو العامل اللي سبب لك اكتساب هذا الخلق السيء، فعل هذه المعصية؟ من الذي فتح لك الباب لتفعل هذه المعصية؟ من الذي دلك عليها؟ من الذي جرأك عليها؟ من الذي أول من دعاك إلى التجربة؟ شوفوا، قال لك جرب. ممكن أنت تجرب كتير أمور بحياتك، لكن في بعض التجارب على طريقة المتفجرات، الخطأ الأول هو الأخير، مثل اللي بجرب المخدرات،
كثير منهم لا يستطيع الخروج منها، بصير معتاد لا يستطيع الخروج مهما فعلوا مهما. لا، مين اللي قال له أول واحد جرب؟ انتبهتوا وين؟ فإذا عليه أن يبتعد عن هذا الجو اللي كان شو عامل، اللي كان فتح له الباب إلى هذه المعصية. هذه لأجل أن يحفظ لنفسه التوبة لله سبحانه وتعالى وفقه لها. اثنين، إنه افترض رجع حدثته نفسه بأن يعيد هذا الذنب من جديد، هون عليه أن يكون قد طوى مرحلة شرحناها سابقا ودائما نؤكد عليها، ويمكن هذه الدروس وأمثالها هي نموذج لهذه المرحلة، هي مسألة المعرفة، مسألة الثقافة الدينية، مسألة البصيرة، أن يعرف عظم الذنب، وبيعرف أنه الله سبحانه وتعالى قال له إنه إن حدثتك نفسك بذنب أعرف إنه هذا من الشيطان الرجيم، لأنه الشيطان الرجيم في القرآن الكريم أقسم بعزة الله أنه لأغوينهم أجمعين ولأقعدن لهم صراطك المستقيم إلى آخر الآيات الشريفة. والله سبحانه وتعالى حذرني من إبليس، هو لكم عدو. أكثر من هيك، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ توصل القصة أنه الطاعة المطلقة للشيطان هي عبادة بتصير. طيب، فما هو الدواء عندما توسوس لي نفسي؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان. الآية الشريفة اللي بتقول إنه الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر فإذا هم مبصرون، ينتبه الإنسان. وبالتالي عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه بذكر الله تطمئن القلوب، يعني بيعطيك قوة، بيعطيك مناعة. فأنت لأجل ديمومة التوبة ابتعد عن مواقع المعصية وعن رفقاء السوء اللي هن كانوا السبب لدخولك أيها الإنسان، وارجع إلى رعاية الله، ادخل في حصن الله، أدم الذكر لله عز وجل، فبتكون بحراسة كاملة. يعني كون بالتالي اخرج من حزب الشيطان وادخل في حزب الله، لأنه هي ثنائية. الشيطان إلو أولياء، والله عز وجل هو ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، صح؟ فأنا بدي يكون ولي الله. ثلاثة، دائما خلي الإنسان يفكر، يعني نحن طوينا مثلا افترض 10 سنوات 20 سنة بالمعاصي، والله سبحانه وتعالى تاب علينا الآن وذهبنا إلى الحج وإلى الزيارة وكذا. طيب هول 20-30 سنة اللي مرقوا، صح انه لازم اعمل برنامج مثل قلنا بالدرس الماضي، حقوق الناس بدي رجعها، حقوق الله سبحانه وتعالى بدي اديها، ما ضيعت من فرائض بدي اقضيه وكذا، لكن في شيء انت عملته يا ايها الانسان بدك تعالجه على الصعيد النفسي. انت تجرأت على الله، انت كسرت الحرمة الالهية، انت اذنبت. هذا الموضوع ما تنام انت وبالك مرتاح، هذا الموضوع اذا ما عمل لك قلق انه انت كيف فعلت ذلك وهونت المسألة على نفسك ستعود مرة اخرى. دائما كون انه انا ما هذا الخطأ الذي اخطأت، ما هذه الجرأة التي تجرأتها، من انا حتى اعصي الله عز وجل؟ ولذلك نحن بالوصايا من أهل البيت عليهم السلام إنه دائما المؤمن بده يكون بين الخوف والرجاء، الرجاء حتى ما يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى ويعود، لكن الخوف حتى لا يعود إلى الذنب مرة أخرى، حتى لا يعود إلى الذنب مرة أخرى.
فعليه إذن دائما أن يفكر بالذنب الذي تاب منه ويجعل تلك الإساءة أمام عينه ودائما يستغفر منها لكي لا يغفل أو ينسى، وإلا ستعود نفسه أمارة بالسوء تحدثه من جديد. في هذا السبيل أيضا لديمومة التوبة ذكر العلماء مسألة مهمة جدا ومفيدة جدا، والقرآن الكريم قد ذكر لنا قصصا عديدة عن أناس أذنبوا أخطأوا تجاوزوا وتابوا لكي تكون موعظة لنا. شو هي هذه النقطة اللي من الأولى؟ أنه دائما اقرأ قصص التائبين، تعرف على الخسارات اللي خسروها، فبكون أمامك تجربة حية. ثم هذه التجربة الحية اللي بتكون أمامك رح تدعوك إلى أن لا تفعل ما فعلوا، وسوف تأخذ منها درس أيضا إيجابي بأن باب التوبة مفتوح. وبالتالي الاتعاظ بقصص الماضين والسابقين ومن وقعوا في المهالك، حتى الأنبياء، الله سبحانه وتعالى حكى لي قصة أبينا آدم، شاك؟ وقال لي أنه أبونا آدم كل المشكلة اللي صارت معه أنه سمع وسوسة إبليس، بنص القرآن وسوس لهما الشيطان، صحيح؟ ثم الله سبحانه وتعالى علمه التوبة وتاب عليه. شو ممكن الدرس اللي على السريع ياخده أني إذا قرأت قصة أبينا آدم؟ أن لا أكون أثق بأحد كل الثقة، وإذا الله عز وجل حذرني بعد تحذير الله عز وجل لا أسمع من أحد، لا يزينن لي أحد. ولذلك بالمناسبة في رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه في هذا الزمان خصوصا إذا ساء الزمان وأهله، ساء الزمان وأهله، فأحسن رجل منكم الظن برجل فقد غرر، يعني وقع بالخطر. هلأ الدنيا الناس عم تأكل بعضها، لا اللي بياخدوك على طريق الآخرة، إذا ما تصدق أي حدا، مثل ما أبونا آدم عليه السلام تجربته الأولى كانت بالحياة، الله سبحانه وتعالى قال له ما تأكل من هذه الشجرة، إبليس قال له الله ما نهاك عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملك أو تكون من الخالدين، قدم له شيء هو بده يكون ملك وبده يكون من الخالدين ونسي. الله أبوه عبر عن آدم عليه السلام بأنه نسي ولم نجد له عزمة، نسي أنه مبارح الملائكة أسجدهم الله له، فشو أنت عم تغري بأنه أن يكون ملك، صحيح؟ فإذا نحن منا ننتبه لكي نديم التوبة، عنا عدة وسائل وعنا عدة نقاط منا نراعيها، منها كما قلنا مسألة الاتعاظ بقصص الماضين. بعد نقطة إضافية، أن أفكر دائما بالعاقبة السيئة بالنار، يعني الله سبحانه وتعالى هذه الآيات اللي ذكرها في القرآن الكريم ووصف فيها جهنم تكاد تميز من الغيظ، سقر، يعني مثلا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، هذه الآية لحالة بس يجي يقراها اللي تارك الصلاة، ما سلككم في سقر، شو بوصلك على جهنم؟ لم نكن من المصلين. فإذا أن يفكر الإنسان بالعقوبات، بالنيران، بوصف يوم القيامة اللي تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. طب هذا الوصف اللي اجى بالقرآن الكريم لأجل ماذا؟ صح اجى وصف جنات وتجري من تحتها الأنهار وإلى ما هنالك من أمور، بس بالمقابل كمان الله سبحانه وتعالى قال لي وصف شديد جدا لأنواع العذاب، شديد جدا،
شو اللي بيخليني بأمن من هذا العذاب؟ أن أمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا عندما يقرأ الإنسان الآيات الشريفة اللي فيها هذه توصيفات العذاب بعد لا يعود إلى الذنب. كمان من النقاط المهمة في ديمومة التوبة أنه الإنسان ما يكون عنده وقت فراغ يروح يعمل برنامج إيجابي في الحياة، برنامج إيجابي يروح يملأ وقته بشيء مفيد حتى لو على الصعيد الأمور الرياضية، مش أنه يحضر تلفزيون وفوتبول، هو يبني جسده، هو يبني طاقته. أول شيء بيكون عم يكسب صحته الجسدية، وأيضا عم يقفل باب من أبواب وسوسة إبليس اللي هي شو؟ مسألة الفراغ. لأنه أنتوا بتشوفوا الشباب هلأ، إذا أنت بدك تشيلهم عن الأهاوي وعن الأمور اللي هي فاشلة بالمجتمع بدك تعمل لهم برنامج إيجابي، مش هيك؟ طيب خلي ينزلوا على المجتمع يشتغلوا يعملوا رياضة، يكون في نوادي، يكون في حركة إيجابية بالمجتمع لخدمة الناس، عمل اجتماعي، عمل خير. حينئذ إذا انضوى الشباب في هذه البرامج يكونوا ملأوا وقتهم بالمفيد وبحسوا بلذة الحياة، بحسوا بلذة العطاء. وفي الأخير سئل أحد العلماء عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التائب حبيب الله، فقال: إنما يكون التائب حبيبا لله عز وجل إذا كان فيه جميع ما ذكره الله: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والفاتحة إلى أرواح أمواتنا والشهداء وروحي شيخينا الجليلين الشيخ سلمان والشيخ جعفر آل خليل. تسبق الصلاة على محمد وآل محمد.